أنا مطلب ويا الشعب أنه الشعب إذا غيرنا هاي الحكومة لا يرجع ينتخب للـ 169. مو هم نفس الحالة يضحكون علينا وتحرم عليك مرتك وصبعك يضوي لك بقبرك. ترى هاي خرافات، يعني ماكو هيك حكي. هاي شغلة. الشغلة الثانية، إحنا اللي وصلنا لهاي النتيجة أنها هي العبودية. أنت تحرر من عقليتك، إيش فادتنا الأحزاب الإسلامية؟ إيش فادتنا يا أخي؟ خلنا نرفض دولة، إحنا نريد حكم رئاسي، نغير البرلمان. شنو البرلمان؟ هو محاصصة بيناتكم. الموازنة 43% إلكم. منين يتوكلون الشعب؟ هتلي يا دبسزية شوية، خلي الشعب يتحرر من هاي العبودية ونلغي مجالس المحافظات اللي أنهبت الدولة، ونلغي مجلس البرلمان والمكاتب مال الأحزاب. ويا ريت أنه يصير السلاح بيد الدولة مو بيد الأحزاب رجاء. وما أريد دولة تتدخل بالعراق. أترجى كل الشعب العراقي أنه يرفض أي دولة تتدخل، سواء دولة صديقة أو معادية. ما أريد أي دولة تتدخل، إحنا أحرار. ممكن من أرضوا هاي الأحزاب رجاء. إذا تحررنا من دولة فبعد لا أحد ينتخب هاي الأحزاب. أترجاكم وشكرا والسلام عليكم. إحنا اليوم غرزنا على المظاهرات ببابل، خارجين من أجل تغيير النظام كله. شلع قلع، لا أريد لا رئيس البرلمان، ولا أريد رئيس وزراء، ولا أريد رئيس الجمهورية حتى يقول لا يقول أنا ما قال فيها ولا هاي. إحنا نريد نفك البرلمان كله، نخليه رئاسة جمهورية. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية إنه الخدمات كلها نقص بالعراق، من تبليط، من ماي، من كهرباء، من عاطرين، من هذول اليتامى المساكين، يعني كل شيء ماكو، ما متوفر لنا. إعادة المفصولين يوميا، نزل الكتاب طلع الكتاب، وهاي 108,000 كذبوا عليهم وخلوهم هنا، كلها وعود كاذبة. اعطيني قرار، خلي يطلع رئيس الوزراء يعطي قرار صحيح ينفذوه ثاني يوم، ثاني يوم ينفذوه. هسه القرارات كلها ماكو. شهداء اللي ماتوا في دم دول، ودول التظاهرات هاي الشهداء اليومية رايحين بالجملة. هاي من إله ما يطوه ما يكشي ماكو. سبايكر سدوه، المالكي سدوه، حيدر العبادي سدوه. عمي شوف الشعب، هذا الشعب بعد ما يسكت. إذا أتوا الحكومة سكتوا، هذا شعبكم اليوم فلا. كلكم طلعوا، كلكم مريتكم. الأحزاب مريتها بالدولة، حل البرلمان، حل مجلس محافظة، قانون رفحاء إلغاء تام، قانون رفحاء لأن دمر الموازنة مالتنا. بالنسبة للتقاعد مال البرلمان مجلس محافظة ماكو، ماكو نهائيا ماكو. لأن الموازنة كلها لهم، جات تطلع فلوسنا برا الخارج. هاي شبابنا كله خريجين قاعدين لا شغل ولا عمل. هذا خريجين يعني، حتى الخريج بصراحة ما عنده فرصة عمل يشتغل. فإحنا نطالب بإسقاط النظام وتغيير الدستور. رئيس جمهورية واحد بس ومحافظ واحد. بالنسبة أحكي لك على مستوى على محافظة بابل، هاي مجلس محافظة ينحل، ما في اسمها هاي تصير إعدادية. شنو مجلس محافظة 30 عضو، مدارس ما راتبه مدير عام 5 ملايين، 4 حماية، أكل موازنة مالتنا ما الحلة. احسبها 30 عضو في 5، يعني كم شاف هسه عينه على مليون او 500 شاهدنا صحيح ولا شاهد؟ زين اسالك بالله الشركات النفطيه العماله مالتنا شنو انطي 4 شدات واحنا عندنا خريجين مهندسين نفط؟ ماكو. احنا بصراحه يعني مطلبنا حتى علاقتنا ايران، مرد علاقتنا ايران. ايران دمرتنا، ايران دمرت البلد. طبعا اليوم الشعب العراقي كله يتنازل من اجل انه يطالب بحقوقه، وهذا حق مشروع. كمتظاهرين احنا كشباب نريد نطالب بحقوقنا اللي هي بالامكان، انه هي هذه ابسط مقومات الحياه ما عندنا. لا توجد مجاري، لا توجد تعليم، لا توجد صحه. يعني الشاب العراقي محروم من كل شيء، وابسط حقوقه انه يطالب بها، بالاضافه لفرص العمل. هذا الشباب اليوم نازله وراح تطالب وتاخذ بحقها، ومستحيل انه تتراجع. واني اول وحده مستعده انه اضحي بحياتي من اجل انه اطالب بحقي واطالب بحق اخوان الشباب. ما راح نسكت على الدماء اللي راحت، وما راح نسكت على الشباب اللي يعني قتلوهم بلا سبب. احنا يعني هذه جريمه بحق الانسانيه، فاحنا نتمنى انه صوتنا يوصل لكل العالم اجمع. هذه الحكومه شلع قلع كلها ما نريدها، لان كلها احزاب فاسده ودمرتنا وما قدمت لنا اي شيء. اللي طلعوا خريجين ضربوهم، واللي طلعوا مو خريجين ضربوهم، فبكل الحالات احنا المتأذين. واني احب انه يعني جميع القنوات الفضائيه، صوت الاعلام الحر، احنا كاعلام نتمنى انه صوتنا يوصل للعالم كله، والناس تشوف يعني الرساله الحقيقيه للشعب العراقي. الشعب العراقي ما من الممكن انه يتنازل عن حقوقه، وهي ابسط يعني ابسط مقومات الحياه ما عندنا.
بلدنا، احنا شعب مظلوم من كل شيء. فنتمنى انه يعني حقيقه نتمنى انه ترجع حقوقنا. بداية في ساحة الاعتصامات، ساحة الاحتجاج، ساحة العز والشرف، نحب أن نوصل رسالة مفادها أنه بالإصلاحات التي أطلقها البرلمان على لسان رئيسه بالأمس كانت عبارة عن فقاعة حقيقة، لأنه هذه الإصلاحات يجب أن تكون أساسية. يعني هو يقول إلغاء امتيازات، شنو المانع إذا ألغي مجلس المحافظة باعتباره حلقة زائدة؟ وهذا مطلب جماهير لكل هذه الجماهير الموجودة. هذه المظاهرات أكيد راح تستمر، لأن هذه الإصلاحات على ما يبدو لا تعبر على هؤلاء باعتبار أنها أشبه بفقاعة، خلينا نسميها أفيون جديد يطلقه البرلمان ليعطوا إصلاحات جديدة، إصلاحات حقيقية. وأنا متأكد وأضمن أن هؤلاء المتظاهرين لن يقفوا ولن يهدأ بالهم إذا لم تحقق المطالب الحقيقية في محاسبة الفاسدين الذين لم يأتي بكلمة واحدة على ذكرهم. اليوم الشعب العراقي بعد هذه الفترة الطويلة أكثر من 19 سنة اكتشف بأن هذه العملية السياسية اللي تشكلت برعاية بريمر، برعاية أيضا الدول جميعا المشتركة كانت فيها، هذه العملية السياسية ما ممكن أن تلبي طموحات الشارع العراقي. وهاليوم احنا نشوف أنه الشارع العراقي كله طالع يرفضها، كل أطياف المجتمع العراقي اليوم توصلت إلى نتيجة طالما كانت هذه العملية السياسية موجودة، فإن الفساد مستشري، نزيف الدم العراقي باقي. ولذلك السبب بسيط، أنه هذا الدستور هو أم المشاكل. كيف؟ أنه الدستور العراقي وضع نواة المحاصصة. إحنا اليوم أضرب لك أبسط مثال، هذه بابل أنت اليوم بيها، اليوم الناس تظاهرات طالعة صار أكثر من 5-4 أيام من نجز المحافظة إلى المحافظة، كانت أنه كانت من 2003 حتى اليوم كانت تأتي الموازنات، أما تأتي إلى تقسم على الأحزاب أو مترجع على بغداد، أيضا أبناء المسؤولين والمسؤولين يأخذون تبييض أموال رحلات سياحية وعقارية البلاروسية والغير دول يسفون بها. لذلك الشعب العراقي اليوم بعد ما تنطلع عليه، الشعب العراقي يريد هذا النظام يتغير عن فكرة أبيه، وتشكل محكمة من القضاة النزيهين للتحقيق علنا. شلون تحقق مع نظام صدام؟ للتحقيق علنا مع كبار المفسدين ورجع الأموال العراقية للخارج. طالعة على مود الويلات، كل هذول ويلاتنا وأنا خاف عليهم. يعني هم شنو ذنبهم من عادل عبد المهدي يسوي؟ ليش هو الحكم مو لعادل عبد المهدي ولا للأمريكان، الحكم القاسم سليمان. هسه قاسم سليمان لا يقول لعادل عبد المهدي اطلع، هسه يطلع، لان هو الحكم المالكي قاسم.
قاسم سليمان وحكم هذا عبور الصغير شو اسمه ما نسيت اسمه العبادي كله هو قاسم سليمان. يعني وانا هسه خايفه على الولاد والله من سمعت الشهادات طاحوا من ودي انا طيح وياهم. دول ولدنا اللي عاد تعبنا عليهم شقينا عليهم وسهر الليالي تالي يروحون الدول الايرانيين. احنا ما نقبل احنا دولتنا واحنا نريدها. احنا نريد جمهوريه عراقيه، ما نريد لا برلمان ولا محافظه ولا كل شيء نريد. احنا نحكم فيها، احنا اهل ولايتنا نحكم فيها، ما نريد اجنبي يطب لنا. احنا اليوم طلعنا يعني مسانده لاخواننا، مسانده لجميع اللي طلعوا متظاهرين. يعني احنا نريد وطن، نريد تغيير هاي الحكومه، كافي الى متى يعني؟ نريد حقنا، يعني صار خريجين ماكو تعيين، خطية هاي الشباب وراحت دماءها ليش؟ في سبيل شنو؟ في سبيل الحق على شنو؟ على مود تعيش بسلامة على الوطن، على مود وطن. نريد وطن، نريد تغيير هاي الحكومة، نريد تعيين، أريد حقي، دا طالب حق زوجي، بهاي حق الشباب، الدماء ليش راحت الزكية في سبيل الوطن، غير تحقق شيء. احنا محافظة بابل سلمية، تظاهرتنا سلمية، لا بها شيء ولا الحمد لله والشكر، واحنا الشهداء اخوتنا، فنبقى نطهر طول العمر الا تتحقق مطالبنا. مطالبنا هي المشروعة. اعضاء مجلس محافظة اردهم، ما ارد اعضاء مجلس محافظة، ما ارد مجلس النواب مخصصاتهم ينزلوها، ما نريد مخصصات، ما نريد حماياتهم. احنا تعبنا، شعب مظلوم، احنا نريد حقوقنا. اكثر من 52 شهيد في كربلاء المقدسة. الميليشيات ضربتهم، مو الأمنية، الشرطة الداخلية ما ضربت الشرطة الأمنية. الميليشيات ضربت المتظاهرات مال كربلاء، وجرحى عندنا أكثر من 300 واحد، وبالمستشفيات نايمين لا يداوم. صاروا هسه حاليا 13 شهيد. طبعا اليوم احنا كحلاقين، مجموعه من الحلاقين سوينا هاي المبادره من اجل بعث رساله الى كل العراقيين اننا وكل منظمات المجتمع ان اليوم احنا باقين ومعتصمين الى ان تتحقق المطالب ويتحقق المنشود. يعني احنا 16 سنه صارنا مفتقرين لابسط الخدمات، الشباب مفتقد لابسط الاشياء، مقومات العيش الكريمه لا هي تعيين، هواي من كثير من الخدمات. اليوم احنا يعني باقين وان شاء الله راح نستمر في حملاتنا الى ان يسقط النظام قلنا. والمشكله انه كل شيء متوفر، ورغم هاي الاجواء صاخبه والاغاني يردون نروح ونرجع لهم. عم بالله العظيم ما نروح عم اكو واحد يعرف هاي الوسه ويروح. كل شيء متوفر. رساله للحكومه، طبعا هي رساله مفتوحه في رحله البحث عن وطن. يعني تشوفون انتم اليوم كل اطياف المجتمع العراقي، بسنته بشيعته بهزيج باشور، وكل انت اليوم مجتمعين لهدف واحد، الشيء واحد الا وهو الوطن ورايه الله اكبر. لا يجمعنا حزب ولا يجمعنا قائد. اليوم الشباب وصلت مرحله من الوعي، وصلت مرحله من الادراك انه لازم يتغير، لازم يصير
يحدث تغيير بهذا البلد. لازم نعيش مثل ما عايشه الدول الباقيه، مثل ما عايشه الدول الناميه، لان احنا نستحق. الشباب العراقي الشباب يستحق، واهلنا كل العراق يستحقون العيش الكريم، مقومات الحياه الكريمه. ان شاء الله تكون رسالتنا وصلت. يلا اليوم احنا مشاركين بالمظاهرات، احنا واولادنا واحفادنا كنا لنصره العراق، هذا العراق المظلوم اللي انظلم من 2003 ولحد الان احنا مظلومين. احنا نريد وطن، هذا الوطن احنا دا نبكي عليه. احنا من يوم 11 لليوم احنا بس نبكي على الشهداء. ليش راحوا اولادنا؟ ليش بهالشكل هذا؟ هي مظاهره لو شنو؟ لو معركه. حفظوا دماء اولادنا، احنا هي مظاهره سلميه وثوره سلميه، وان شاء الله اولادنا كلهم منتصرين ان شاء الله، لان كلهم خريجين وقاعدين، واللي ما عنده الفقير. ليش الشعب بهالشكل صار؟ وين حصتنا من النفط؟ احنا مو شعب نفطي؟ ايش نفرق عن الكويت عن الامارات؟ ليش هم شعب بخير واحنا بهالشكل شعب فقير؟ احنا لازم احسن الشعوب، احنا احسن الشعوب. حتى اي خطر احنا متحدين، اي خطر يصير احنا هذا الوطن احنا مضحين له، احنا مضحين بدمائنا وباولادنا لهذا الوطن، فما يهمنا اي شيء. خلي يأذونا، خلي كل شيء يسوون بينا، احنا ان شاء الله نضحي لهذا الوطن. والوطن احنا نريد وطن، لان وطن بعد ماكو، وطن منهوب مسلوب من 2003 لحد الآن. إحنا نريد نحيي هذا الوطن، وأنا عندي شعار أرد أقوله، بدل ما بنروح بالدم نبديك يا عراق، قولي بالعلم بالأمن نحييك يا عراق، بالعلم بالأمن نحييك يا عراق. شوف خويا، هي يعني حاجيها قبل هواية ناس قايلين إنه هاي الحكومات إذا مو سحل بالشوارع ما راح تجي، بس هسه احنا بادية بسلمية نريد نشوف، لان اخر حد بالثورة لازم تصير لو سلاح، لو لازم ينطون دم. بس هاي الشهداء اللي راحت المفروض دمها ما يروح هدر، هذا ابسط شيء على انه للسياسيين. وهسه يطلع عادل عبد المهدي يقول له السيد مقتدى، يقول له يابا انه اتفق انت وهادي العامري سووا حكومة، يابا ما نريدهم كلهم ما نريدهم، لا محاصصة لا أحزاب لا أبد، ما نريد أحد. وما أعرف شو وقت راح يفتهموها، بس الشعب الحمد لله بعد ما تنطلع عليه هاي الأفكار وما تنطلع عليه هاي الخدع وهاي الكذب كله ما ينطلع عليهم. فهسه الحمد لله دايمشون وباقين، وإن شاء الله الثبات والنصر للكل، وإن شاء الله خير. إحنا ملينا من الدولة، خلي طلعون ملينا. إحنا هسه من 2003 اعطوني شارع بلطوه، اعطوني مدرسه بنوها على كل المحافظات، اعطوني مدرسه بنوها، اعطوني روضه بنوها. الي مو لولا يضربون بالاوبر مخدرات للشعب العراقي، مو لولا يوم ويا باكر وعقب نصلح. ما نريدهم، احنا ملينا. شنو يوم ويا احنا مطينا 1000 شهيد؟ ليش احنا مطينا يوم ويا دم؟ مو لولا ليش مطينا احنا يوم ويا دم؟ كافي دم، كافي كفر ذولا، مو اسلام ذولا، مو اسلام. خلي يطلعون، ما نريدهم. شعب العراق ما يريدهم. تمرطنا بيهم عمي، تمرطنا بيهم. مو لولا طلعوا، مو لولا. شوف هاي الطفله شو تنادي، نادي لها روضه. مو لولا عيب عليهم، خلي يسحون. مو لولا خلي يروحون يقعدون يمن سوانهم يقعدون. مو لولا ما نريدهم عمي. يوم احنا مطينا شهيد. ليش هاي النسوان؟ ليش هاي النسوان ضلت؟ مو لولا الشهداء. ليش يعني بحوبتهم؟ يعني 1700 احنا نسيناهم من باحهم؟ مو لولا من باحهم 1700؟ مو لولا شتنا زرجة من عند؟ مو لولا طبب داعش طببوا انهم؟ مو لولا ما نريدهم يعني يبقون بعد يوم؟ ما نريدهم يوم على يوم قاعد يصير اسوء فينا. ما نريد خدمات. ما نريدهم. شعب العراق مال من عندهم؟ ظلموا النسوان مالين. مو لولا احتسموا اخوان، ترى يوم على يوم تصير اسوء، يوم على يوم تصير اسوء.
هذا الشعب العراقي يريد حل البرلمان اولا، وثانيا حل الاحزاب الدكتاتوريه، وثالثا نريد حكومه مصغره، رئيس جمهوريه ورئيس وزراء، الى ان الشعب ينتخب رئيس جمهورية جديد ويكون الحكم في العراق رئاسي فقط. العدالة. ونريد مساواة الشعب العراقي، ونريد يعلم الشعب العراقي. اليوم أنا على التلفزيون أسمع أنه رؤساء الجمهورية اللي حكموا يتقاضون راتب 250 مليون، واللي هم من عجيل الياوير وأسلافه. زين هذول من ياخذون 250 مليون بالشهر مع حماياتهم ومع الموظفين اللي عندهم، هذا المن يرضي؟ وهاي الشباب اولادنا وابنائنا اللي هم عاطلين عن العمل، واللي هم خريجين وما لهم تعيين، واللي يريد يروح يتوظف بوظيفه الا يدفع رشاوي هذولا العصابات. هاي مو حكومة، هاي عصابات. الرحمن الرحيم. اليوم الخامس من ثورة الأبطال محافظة بابل. اليوم نحن هنا نطالب بحقوقنا، حقوقنا المشروعة طبعا. طبعا لحد الآن احنا اليوم صار اليوم الخامس، لحد الآن ما نظروا لهاي الناس المتظاهرة اللي صار لها خمسة أيام بالشارع متظاهرة وثائرة، ما حققونا أي مطالب، أي مطالب مشروعة إن ما حققونا. فيعني نشوف إلى متى أنه اليوم يردون يوصلون الحكومة. اليوم الشارع غاضب بكل محافظات العراق، ولحد الآن ما شفنا أي تصريح أو خطاب أو شيء إنه يخلي هاي الناس تهدأ ويطوع حقوقها. اليوم الشعب صحة، اليوم الشعب ثار. فإن شاء الله إحنا مستمرين بهذا الاعتصام حتى تحقيق مطالبنا ومطالب هاي الشباب كلها، والأحزاب رافضيها، وحل مجلس النواب. هذه مطالبنا إحنا، غير هذا ما ننسحب. إحنا غير هذه المطالب، غير هاي المطالب ما ننسحب. ما لأنه أنت شرع قوانين غير صالحة للمواطن، هذا لا مريدها. إحنا راح نظل معتصمين هنا إلى أن تغيير النظام. مطالبنا كلها هي تغيير النظام، غير هذا ماكو. والأحزاب لأنه هذه الحكومة اجت للعراق، ما سوت شيء للعراق. صار لنا 16 سنة بالعراق ما شفنا. نهبوا خيراته، باقوا خيراته، كل شيء ما قدموا لهذا الشعب. فإحنا اليوم طالعين اسقاط النظام، غير هذا ما عدنا. خرجنا سلمية ونبقى سلميين، وسووها مندسين. ماكو هذا الحكي، ما موجود، كل هذا ما موجود. نقول لهم القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
واحتسبوا النصب ولا سما طاب ليلي غير داعب حقي داعب حقوق دول العالم خطير مساكين شهداء راحة شهداء يعني بس من الحلة طينا 10 من الجد من الحلة خطير شنو يدنهم بدولة غير يتحقق يعني شنو ما يسوون لنا شهر دفتين عمي خطير العالم انتهت والله العالم انتهت وين تروح هاي العالم دفتين والله العالم طماطم البيت ما عاد الله وكيله والحسين يعني ما كيد شي يصرفون ماي خطير شو شو تصير لهم شهر هذول يعني دفتين العالم وصلها هاجرت والحسين عفوا العراق وهاجرت انا ابن عمي هو عايد تراح والزهر هاجر ملي من العراق عمي شلون يعني ما لهم شارع؟ عمي دولة القاسم بايتين هنا ما راح الا اليتم خطيه شنو ذنبهم عمي؟ دفتيم شنو ذنبهم؟ عمي العالم ملك يطلع يشوف العالم يعني بس قاعد على الكرسي دفتيم شنو؟ طلب من الحكومه الحل الى متى هاي الشباب هذا بالشارع؟ الشهداء 15 واحد طوب عمي يسمعونا الولاع يسمعونا الولاع الى متى نظل هيك احنا؟ هاي الشباب شوفوهم عمي شوفوهم مفصوله عقودهم انت ما وصل له لا اصلك ايش قد هنا اهل القاسم نايمين بالشارع اهل القاسم نايمين بالشارع عمي ماتوا هو هيك ما فيش عمي العالم كتله جوع انا بالنسبه لي خير من الله ها بس طالع على مود هاي الشباب عمي يعني معروفه يا مطالبنا عمي معروفه خير رجعون خير رجعون وصقع عقودهم خلي عنون المعادن مضيفه الشهايد عم هالخريجين ليش هالخريجين الخريجين المهندسين الباعة طلعت المدارس مع البنات ضربوها الشرطة ليش اكو بنية تنسحب بالشارع عمي ماكيش والله صار بالعراق قبيل عمي 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 حتى صدام حسين ما سواها كانوا عمي سنترحم صدام والله والله يترحم صدام قلنا احنا ما نعرفه صدام قلنا يترحم له اكو بنية تنسحب اكو بنية تسأل له لا يا عمي الله اكبر عليكم عادل عبد المهدي ما ريته ولا البرلمان مريت تسقط الحكومه خيط العون عادل عبد المهدي خلي يطلع خلي يطلع الحكومه كلها مريت يعني هي كشفت السالفه كشفت السالفه كشفت ايران وامريكا اي ما ريتهم ماكو واحد بعد يضحك علي احنا عراقيين نعم واحد يساوي 10 5 زائد 5 تساوي 10 7 زائد 3 تساوي 10 1 زائد 10 يساوي 10 شلون الواحد ضحى من اجل العشرة ولو ما نضحى الواحد كان مات الواحد والعشرة هذا الشعب العراقي ما نريد لا فلوس ولا نفط نريد حرية هاي الحلة اللي دمروها واي محافظ اجى بيها ما سوى لنا شغل وهاي بغداد اللي طلعت ضحايا قطت شباب بعز الورده بعدهم عمره 20 سنه و20 الف ما عنده بجيبه يطلع 25 الف يشتغل عماله ويرجع للبيت يوزعها الدين وكل شيء نريد من عندكم وطن حر ما نريد من عندكم كل شيء على ارواحه يقول لك هذول كل اربع سنين يبدلوهم ويجيبوهم غير نفسيتهم يعني ماكو تبديل جديد صحيح غير الوضع غير المجتمع غير النظام ماكو كلها نفسيته يقول لك عادي احنا ايش قد نموت 10 20 300 بس المهم غير النظام غير المجتمع وما نبقى على هذا الحال وكل غير حكومه جديده ان شاء الله العالم كلها طلعت المحافظات كلها بغداد كلها يقول لك احنا بعد ما نسكت على هذا الوضع ونظل ان شاء الله نظل معتصمين هنا على ما يتغير النظام والحكم ان شاء الله يقول لك نغير ان شاء الله كل شيء يقول لك احنا مساهمين احنا مو بس بالحل احنا موكب يعني احباب الزهراء صمول بكم عندنا بالنجف عندنا بكربلاء عندنا هاي كلها يعني اجتمعوا وطلعوا يظهرون اخوانهم يقول لك احنا ما نسكت احنا صح ما نسمع وما نحكي بس احنا نعرف يقول لك احنا حقنا ما مطينا صار لنا 15 سنه ما مطينا اي حقوق يقول لك الرواتب قاطعها عليهم كل شيء يعني ما مطيهم اي شيء تروح تقدم على اي شيء يقول لك احنا ما نطيك ما اعرف شنو تعد عندك شغل يقول لك انا صح عندي شغل بس انا معاق ما اسمع لا احكي غير لي راتب الوطن غير لي حق يقول لك ايش ما يطون هسه يقول لك كذا ضاجت يعني كذا طلعت العالم
انا جيت هنا انا اوت البارحه شفت هذول المتظاهرين يعني شفت خدمه قليله. انا لما جماعتي الخرسان صموا البكو وقلت لهم ذول خطيه قلت لهم كل واحد 5-10 ألفين قلنا هنا سوينا جبنا ماي شاي جبنا ماي يقول نشارك في المظاهرات يقول لك هاي فلوس من العالم هذا اللي يجي يشارك يطلع لي 2000 يقول خدمه حلوه الخمسه والعشره العالم خد تاكل تشرب بس المهم ما نرجع لبيوتنا ونظل هنا معتصمين على ما تنحل الامور. ان شاء الله ان شاء الله الوضع يتغير ان شاء الله. يقول لك يجينا واحد شريف بيحاض يعني يلزم العراق يصير امن العالم ترتاح من عندهم العالم تتعين. اي المدارس ما عندنا هاي بعرف شيء هذا يقول لك حكي هواي سوالف هوايه يقول لك على بقلبنا هواي ضامينه بس يعني ايش نحكي؟ نحكي نريد اسال الشعب نريد نغير الوضع تعبنا تعبنا كلش ملينا تعبانين واحد يقول لك انا بلد العراق يقول لك انا احب العراق يقول ليش هيك ظالمينه؟ يقول لك على اهل الخير اهل النفط اهل كل شيء يعني احنا يقول لك خيرات العراق وين تروح؟ ليش هم ياخذوها؟ يقول ليش ما يجي يساهمون يساعدون؟ ليش ما يجي يطول للشعب العراقي؟ يقول لك كل شيء ماكو، العالم كلها جاي تشري تسافر تطلع وهاي وباقيين احنا لا يساعدونا لا يطولنا ما اعرف شنو. شوف بس هذا العلم كم شال انا اريد عادل عبد المهدي يطلع الشعب ما يريده اريد البرلمان ما يضل ما اريدهم ما اريدهم كلهم ما اريدهم الحكومه ما اريد ولا حزب حزب ما اريد بالعراق هاي العد هذول خطيه الشعب كله طالع على اليمن ما يردون دول ما يردون كلهم ما يردوهم الحكومه ما اريدها ابد ما اريد عادل عبد المهدي نهائيا الحكمه ايران عادل عبد المهدي ما اريده نهائيا ولا اريد الاحزاب زين انا بس من الله خاف الله وكيلك كل حزب ما اريد بالعراق عادل عبد المهدي اريده يطلع انت الشعب هذا علوه كل واحد صار له 10 ايام هنا نايم زين شو ليش شو مسوي عادل عبد المهدي خليه يطلع ما اريده ما سوى لنا شيء زين ما اريد البرلمان هسه يحلون البرلمان نهائيا كله يحلونه زين البرلمان ما اريده هاي الشعب كله علي طالع
هسه خد تطلع الحكومه مريته، كل الحكومه خد تطلع مريته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم احنا طلعنا متظاهرين والمعتصمين يشاركوا بالمتظاهرات، وجمعنا تبرعات من الاهالي وسوينا اكل للمتظاهرين، وزعنا لفات ووزعنا تمن ومرقه وكل شيء وزعنا، نساعد المتظاهرين يوم باعمالهم. واحنا الله ان شاء الله ايد بايد ويا العراقيين كلهم، ان شاء الله دوله واحده امه واحده، وان شاء الله نتخلص من هاي الحكومه القديمه، تجي حكومه جديده تحكم بنا ان شاء الله. الحمد لله والشكر كلنا تشاركنا بالتوزيع، ما بقى حد بالبيت، كلنا جينا متظاهرين. وباشرها ما ان شاء الله نطبخ لهم ونوزع ان شاء الله ان شاء الله. أما بجهود الاخواننا الموجودين كلهم تعاونوا ولما فلوس وجمعوا اكل للمتظاهرين المعتصمين، وان شاء الله احنا يوم ايد بايد ان شاء الله. احنا من الظهر عصر هنا، الظهر العصر هنا احنا ويا المعتصمين ومتظاهرين، قدم لهم مي وعصير واكل وان شاء الله احنا نقوم بواجبهم. انا اليوم طالعه من محافظه بابل ويا المعتصمين على مود هاي اللي الشهداء وهذا الوضع اللي احنا بيه البلد اللي من 2003 لحد الان شنو سووا انه، وان احنا نريد نسقط النظام، البرلمان، المجالس، المحافظه، الشباب ماكو تعيين، يعني البلد كله مات جوع، متنا جوع. شنو ذنب هالشباب هاي الشهداء اللي من محافظه كربلاء وساحه التحرير من عمر 12 لحد عمر 25 شباب بدها تروح مع شبابنا ولدي الخايبه؟ ليش؟ ليش انت عبد المهدي من نجيت لحد الان صرت لحد الان شنو اللي شفناه انت والسابقه القبلك والقبلك من 2003 ولحد الان شنو اللي حصلنا؟ واحنا معتصمين ونبقى معتصمين لحد الان، من حد ما انتم تطلعون ما نريدكم، من شنو اللي حصلناه من عندكم من 2003 ولحد الان؟ جوع، تعيينات ماكو، بطالة الشباب كلها باطلة. زين احنا هاي احنا باقين منا لحد ما يصير حل، احنا ما نريد هذا البرلمان ما نريدهم ولا مجالس المحافظة، وهاي بلدنا ان شاء الله احنا النصر إلنا. اخوة احنا طالعين اهالي بابل الى تسقيط الحكومة ولا تسقيط الاحزاب، لان بابل ضحت بكل شيء وقت شهداء هواية بهاي المظاهرات وكافة العراق شهداء. البارحة بغداد ذبحت الشباب، وبابل هم عندنا شهداء هواي راحت، الجرحى عندنا هواي، مستشفى التعليم الحلي ما تكون جرحى السلاح حاليا كلهم حالتهم خطره. واحنا ما نريد احزاب بالعراق، لان الاحزاب دمرت العراق، شغلتهم تعبانه، شغلهم غيرهم، شغلهم كله لايران، واحنا دولتنا ايرانيه. فاحنا نطالب هسه مطالبنا وهذا الشعب كله طالع، واحنا شعب واحد ايد واحده، نطالب بسقوط الحكومه، لان حكومه شغلتها تعبانه وشغلهم كله الخارج الدول. العراق ايد واحده، بكربلاء او بغداد هواي قاعد يضحون، شهداء راحت جرحى، ومظاهرات قاعد يوم عن يوم تزود وتكثر، لان الاحزاب سقطت، احزاب بعد ماكو بالعراق. وشعب تعب مل، ناشد هواي، طالب هواي، وحاطين من 2003 لحد هسه يكذبون عليهم، وحلفونهم كذب، وقسموا بكلام الله كذب. فالشعب تدمر، حصموه، لا خدمات، لا رواتب، لا تبليغ، كل شيء ماكو. فاحنا نطالب بسقوط الحكومه، ونريد حكومه مستقله ما راجع على اي حزب، لان الاحزاب دمرتنا والشعب ضحى بهواي شهادات. ابقى جاب من 2003 لحد 2019 بس حروب وقتل ونهب وسلم، وكله سبب الاحزاب. واحنا نطالب انه احزاب بعد ماكو بالعراق. وشكرا لكم.